دكتور انا بعتذر ان انا كنت بقطع حضرتك, بس انا الوقت ضيق وعايزين نسالك على حاجات كتير. في تصريحات عندنا محتاجين تعقيب حضرتك بما ان حضرتك المستشار القانوني. النهارده كان يمكن من اهم تصريحات السيد عزب مصطفى القيادي بالاخوان, قال باللفظ هنبوظ الانتخابات اذا تم شطب احد مرشحينا. اولا هذا كلام لا يمكن ان نصدر عن حد من الاخوان او حد من مرشحي حزب الله العداله. ده منشط انا بقول حتى لو كانوا منشط, انا هذا المنشط اكيد كلام لم يقوله عزم مصطفى. انا اعرف عزم مصطفى كويس جدا, عارفه معرفه العهد على مصر اليوم. اذا مصر اليوم غير صادقه فيما قالت به, ده قولا واحدا. قولا مصر اليوم وهذا ما عهدناه عن مصر اليوم خلال الفترات الماضيه, ونبهناهم الى ذلك كثيرا, وقدمنا ضدهم بلاغات, وقطعنا مصر اليوم, اصدرنا قرار بمقاطعه مصر اليوم مقاطعه كامله لاجل هذا انتزاع كلام من غير سياقه من سياقه, وتقديمه في 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 غير في غير ما قال من قاله بشكل مستمر بعيد عن المهنيه وعن امور كثيره جدا. واعتقد ان حضرنا حلقه هنا في هذا البرنامج في بخصوص هذا الموضوع, كنت انا واسمح محمود مسلم صديقي العزيز, انا بقدره تقدير واقدر كل الصحفيين وكل العاملين في مصر اليوم, لكن هو سياسه تحريريه يعني اعتقد ان انا لا نوافق عليها, لان انا نرى انها غير مهنيه وغير محايده وغير ملتزمه بالمعايير الخاصه بالعمل الصحفي. ونوه انه حق الرد مكفول للمصري اليوم. اما مساله ان شطب المرشح لا يشطب الا من حكم قضاء الا بحكم قضائي, ولا والاخوان المسلمون قبل ان ينشئ حزب حوار العداله قدموا عشرات بل الاف بل مئات الالاف من الامثله من الانضباط بحكم القانون. لم يمارس التمييز ضد احد كما مارس ضد الاخوان المسلمين. لم يقصى احد كما اقصى الاخوان المسلمين. انا عملت استجواب سنه 2008 لوزير الداخليه وزير العدل, كان موضوعه عدم تنفيذ الاحكام القضائيه, وقدمت 27000 حكم قضائي ل 27000 واحد من الاخوان تم حرمانهم من حقوق اساسيه, ولجوا للقضاء واخذوا احكام نهائيه ولم تنفذ الاحكام. طيب دكتور احمد, حق انتخاب وترشيح, حق تعيين في وظائف عموميه, اقصاء من مواطن الكفاءه والخبره التي بيهاجوا فيها مرتب امتياز الى اعمال اداريه, وغير ذلك الكثير الكثير الكثير. ومع ذلك يعني انتم مع قانون ضد التمييز؟ نحن ملتزمين باحكام القانون ونحترم احكام القضاء, ومصممون على ان ابن دوله قانون دوله مشروعيه أكيد بالاساس أكيد. وبالتالي مستحيل ان نصدر هذا عن حد من الاخوان اطلاقا. طب انتم مع قانون منع التمييز ولا 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 ضده ولا؟ اولا بص يا سيدي, قصه منع التمييز لا تحل بمجرد قانون ولا اجراء, ده رسالة النظام السياسي. النظام السياسي الكفو المرن الصحيح هو الذي ينهي حالة التهميش السياسي الاجتماعي الاقتصادي المالي من المجتمع. أي نظام سياسي يكون فيه حالة من حالة التهميش, مش من التمييز بقى, مجرد التهميش, مجرد ألا أفتح الباب واسع, هيخلق حالة من التمييز. ده التمييز ده حاجة إيجابية, يعني ده سلوك قانوني أو سلوك مؤسسي أو سلوك إيجابي من السلطة الحاكمة لكي تقصي جانب من المجتمع. أنا أذهب إلى ما هو أبعد من هذا. أنا بقول أنا ملتزم أنا من أحمل برنامج ينهي حالة التهميش, أي يفتح الباب واسعة للمشاركة الإيجابية, مش كده بس, ويدفع الأفراد أيا كانت أديانهم أو عراقهم ما دام مصريا إلى أن يكون إيجابي ومشارك وفاعل. حلو, ده بياخدنا على نقطة مهمة جدا. أيوة, هل تقبلوا كإخوان مسلمين ترشيح القبطي أو المرأة لرئاسة الجمهورية؟ بص يا سيدي, هذا حق دستوري مكفول ويمارسه المصريون ما داموا كانوا مصريين. ايوه بس شعارات يا دكتور احمد, ما انا برضو يعني شعارات المستخدمه في 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 في, في كل اللي انا بحاول اعرضه, ما هو ده برضو بي بي بيخلق حاله من التمييز بين الناس. اطلاقا القانون المصري واضح في ذلك كل الوضوح, والدستور المصري واضح كل الوضوح, منع نشاه الاحزاب التي تميز بين الناس باي سبب حتى لو كان الدين, وقانون الاحزاب السياسيه ايضا منع أن تنشأ الأحزاب على أساس التمييز بين المواطنين بأي سبب حتى لو كان الدين. طب ما هو في أحزاب وقانون لا تميز بين الناس بسبب الدين. لا تميز بين الناس بسبب الدين. وقانون المباشر للحقوق السياسية وقانون مجلس الشعب والشورى أيضا فيما يتعلق بالدعاية حظر الدعاية التي تميز بين الناس بأي سبب حتى لو كان الدين. وهذه نصوص خاصة تحمل في إطار المعنى الإجمالي الكلي للوثائق القانونية التي حملتها. بمعنى أن هناك قيم أساسية للمجتمع, أن هناك مقومات رئيسة. وهي هذه المقومات, منها أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع, منها أن الدين مقوم أساسي كعنصر حاضر في الشخصية المصرية, منها أن الأسرة هي لبنة المجتمع الأولى وأن قوامها الدين والأخلاق والوطنية, منها أن التربية الدينية مادة أساسية في كل مواد مراحل التعليم المصري. كل هذا
يؤدي إلى معنى وحيد أن الشريعة الإسلامية بما علم المشرع الدستوري والعادي أنها تتضمن من القيم والمبادئ والأحكام ما يمنع التمييز بأي شكل من الأشكال هي يعني الضمانة الأساسية. بلغ دكتور إنه السيدة هي الضمانة الأساسية لأن يتمتع الأفراد بحقوق ومحرات وبنطاق واسع وبلا كلفة وبلا عائق إداري أو إجرائي أو مؤسسي. وبالتالي الدعوة إلى أي مبدأ من مبادئ هذه الشريعة لا يشكل خرقا لأي حكم من أحكام القانون. حركة سير الانتخابات يا دكتور أحمد حضرتك شايفها إزاي؟ أو يعني سير الانتخابات في الفترة اللي جاية حضرتك شايفها إزاي؟ وإزاي ممكن تبقى فعلا الانتخابات نزيهة بدون أي تدخل مهما كانت القوة المرشحة قوية؟ هذا رهان حقيقي على الشعب المصري بعد الثورة. الشعب المصري العظيم الذي فجر هذه الثورة العظيمة أعتقد أنه مصمم على أن يحقق أهداف ثورته. وأعظم إلهام في هذه الثورة أنها كانت ثورة قانونية انتقلت في إطار قيم القانون وعلى مبدأ سيادة الشعب. وبالتالي لا يمكن أن تتحقق أهدافها بشكل كامل إلا من خلال دولة مؤسسات دولة قانون. وبالتالي والباب الأساسي لهذه الدولة هي الانتخابات. ولذلك الشعب المصري سيقدم كما قدم في حرب 73 وفي ثورة 25 يناير أعظم ما لديه في هذا الحدث الذي لا يقل أهمية عن هذين الحدثين في تاريخ مصر المعاصر. وبالتالي الشعب المصري سيحمي الانتخابات ويؤمن الانتخابات ويخرج انتخابات تكون مفر حديث وإعجاب وتقدير من العالم أجمع. طيب دكتور برضو أنا حضرتك ما جاوبتنيش على السؤال اللي كان قبليه حضرتك. أي سؤال؟ تقبلون ترشيح المرأة والقبطي لرئاسة الجمهورية ولا لا بشكل صريح؟ يا سيدي قلت لك ترشح لرئاسة الجمهورية حق دستوري كفل الدستور المصري. فمن حق كل مصري ايا كان دينه او جنسه ان يمارس حقه الدستوري. جميل ان انا اسمع الكلام ده من حضرتك. طيب لو اتكلمنا عن الـ 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 الشعارات الدينيه هل انتم خلاص نزلتم عن شعار الاسلام هو الحل؟ اخر اطلاقا كلام؟ شعار الاسلام هو الحل هو شعارنا المركزي والباقي والذي لا يعني لن نتنازل عن استخدامه في اي تجليه ألا فعليه ذلك مع قوانين لانه لا يتنافى اطلاقا مع كافه المنظومه التشريعيه المصريه لا الدستور ولا القوانين والاجراءات ولا اللوائح. بس قوانين الانضباط انضباط الانتخابات يا دكتور احمد بتمنع استخدام الشعارات الدينيه. هو ده شعار ديني بالمعنى المحظور. المحظور الشعار الديني الطائفي الذي يميز بين الناس. هذا لا يميز بين الناس اطلاقا. هذا لا يميز بين الناس. اجراء احكام القضاء اقراوا احكام القضاء المصري اكثر من تطبيق الحكم القضائي المصري مسطر في هذا الباب. فانا بنصحكم تقراوا احكام القضاء حتى تستقيم الافكار في الاذهان. ايوه ازاي انا اقول الاسلام هو الحل وانا عندي انا في دوله مدنيه وعندي يعني ايه دوله مدنيه يعني انا عندي مسلمين وعندي اقباط ازاي اقول الاسلام هو الحل واطلب من القبط ان هو يترشح معايا؟ اقول لك ازاي. لان الاسلام ضمن للقبطي حق الترشح وضمن للقبطي حق ممارسه شعائره الدينيه وضمن للقبطي كافه حقوقه وحرياته أكثر مما ضمنته له الشريعة المسيحية نفسها. ولذلك لما صار نزاع فيما يتعلق بقصة الزواج الثاني ودخل المحاكم والمحاكم أصدرت حكم ضد مبادئ أساسية عند الكنيسة المصرية البابا شنودة وقف وقال الشريعة الإسلامية تحميني الشريعة الإسلامية تحمين. فلنترك يا فندم موضوع الجواز الثاني والكنيسة. أنا بديك مثال. يعني أنا بديك طيب مثال. لا ما هو يعني ده كمثال يا فندم. وبالمثال يتضح المقام. يعني ما ينفعش إنه نتكلم يعني إيه نبقى إحنا مسلمين يكلموا في الشريعة المسيحية. لا لا مش لا بس أنا. الشرائع القانونية لا تتحكر على أحد ولا تتمكن لأحد. طيب. أنا بتكلم عن شريعة قانونية عن أحكام نظمها لمجتمع. ما لا علاقة لا بالمسيح ولا بالمسلم. ده أنا بتكلم عن حضارة قانونية راقية سامية فيها من المبادئ ومن الأصول ما يحفظ كرامة الإنسان ويصون حقوقه ويجعله يتمتع بحرياته. طيب. على أوسع نطاق وفي هذا النطاق تقدر الشرع القانوني. أنا لما أتكلم في القانون الروماني أو القانون اللاتيني أو القانون الأنجلوساكسوني بقيمه إزاي؟ من هي دي المعايير اللي ببص فيها. لما أتقدم بجيب بقى الشرع الإسلامي جنب ده كله واعمل مقارنات في كل باب وفي كل موضوع اجد الاصلح لمجتمعي القادر على تفجير طاقته بلا حدود النظم علاقاته باعلى شكل من اشكال الانضباط الضامن لحريات افراده هو هذا النظام. قد يرى غير ذلك فليطرح ما عنده ولتتنابز البرامج فيما بينها والصالح في النهايه هو ما يفيد المجتمع. طيب دكتور احمد حضرتك طبعا اكيد مع قانون العزل. لا مش قصه مع قانون يعني حضرتك مع ولا ضد. بص حضرتك مش قصه مع قانون العزل او ضد قانون العزل. أنا أرى أن الحديث الآن في هذه اللحظة عن هذا القانون هو نوع من اللغو نوع من إلهاء المجتمع وصرفه عن قضايا أساسية لأن النهاردة ما قيمة أن أصدر قانون اليوم هل سيطبق اليوم؟
سيطبق في المستقبل. قد يطبق على واقع لان تطبيق القانون بيحتاج 4 سنين تقريبا. قد يطبق على واقعات ايضا ارتكبت في الماضي لكن الوقت الذي يسمح بالتطبيق يكون طويل شويه وبالتالي مش هينجز اثره الحالي في اللحظه لكن هينجز اثره غدا او بعد غد او بعد عام او نصف عام او اكثر او اقل وقد يكون مرتبط بواقعات سبق ارتكبها. ما فيش اثر راجعي لان القانون نافذ وموجود ويحكم هذه الواقعات منذ ان كانت، وبالتالي ما فيش مشكلة في تطبيقه. لكن ما اعتقدش ان اللحظة مناسبة الان للحديث عنه بالمرة. اللحظة مناسبة الى ان نتوجه الى الشارع المصري لكي نوعيه ونعلمه، وهو يعلم، وهو واعي تماما بمن افسد ومن اساء لكي يمارس اقصاء الشعبي الجماهيري من خلال صندوق الاقتراع. والاحزاب السياسية اخطأت خطأ كبير. ايه هو فعلا؟ في تبنيها للانتخابات بالقائمة النسبية. لان القائمة النسبية التمثيل النسبي سيأتي بنسبة من الحزب الوطني القديم، لأن كان زمان حزب الوطن القديم ومعاه الوزير ورئيس الوزراء والمحافظ والإدارة المحلية والمباحث الجنائية ومباحث المدالة والتزوير له وتزويرا ماديا ما كان ينجح إطلاقا إلا بالتزوير المادي. هو الفساد السياسي كان في الحزب الوطني بس يا فندم؟ أيوة كان في الحزب الوطني بس. بس بس يعني بس. حضرتك بتقول إنه ما فيش ولا حزب من الأحزاب اللي كانت بتمارس الحياة السياسية قبل كده ما فيهاش أي عناصر فاسدة، ما كانش فيه أي مشاكل عند أي حزب. بص يا ست الكل، فارق بين الشخص الفاسد وبين أن تمارس المؤسسة فسادا. فارق كبير جدا. أوكي. ما حدش يقدر يقول انسان شخص فاسد او مش فاسد الا من خلال حكم قضاء اساسي ولا من غير ادله ومن غير ممارسات. لكن استطيع لكن طبعًا. لكن استطيع ان اقول ان نظاما فاسدا وبدون حكم قضاء. طبعا طبعا ده استطيع ان اقول في حزب سياسي افسد الحياه العامه. ايوه. لما الاقي اكثر من 50% من الناس تحت خط الفقر، لما الاقي حق الصحه، حق العلاج المعقول والمقبول غير موجود، حد الكرامه الانسانيه مهدر، مبدا سياده الشعب لا وجود له، قيم القانون غير موجوده، أستطيع أقول إن هذا النظام أفسد كل شيء. دكتور أحمد أبو بركة. ده الفارق. دكتور أحمد أبو بركة المستشار القانوني لجماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة، شرفتنا ونورتنا، ونتمنى للجميع التوفيق في الانتخابات. نشكر حضرتك على الإيضاح يا فندم، ونشوف حضرتك إن شاء الله في حلقات تانية. نشكرك يا فندم. مشاهدينا آخر فقراتنا بعد الفاصل هتكون مع استعراض لأهم أحداث الأسبوع، وهيكون معنا أستاذ شريف الشباشي الكاتب الصحفي الكبير، وأستاذ بشير عبد الفتاح الباحث في مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية. انتظرونا في آخر فقراتنا بعد الفاصل.